أسعد الله مساءكم. من هذه الأمسية التي فيها نطل مجددا من عين أردنية على المشرق، وفي هذه الحلقة من عين على المشرق في دورته الجديدة، يسرني أن أكون ضيفا على معزب في هذه الحلقة. فضيفنا هو يجعلنا ضيوفا، وهو رب المنزل. ضيفنا، ضيفكم في هذه الأمسية، هو هذا الأستاذ الذي ظل أمينا على أردنيته، صحفي، كاتب، سياسي، وزير، سفير، كاتب سيرة، معلم، كاتب مذكرات، فتى أردني قالوا عنه النشمي. ضيفي أيها الأحباء، الذي تعرفونه وتعرفه صفحات الفكر والكتابة، إنه الموسوعة الأردنية الحاضرة، إنه أخي وصديقي والمحبوب للكثيرين من بني وطني. أحببت فيه تواضعه، تقلب في مناصب وفي مواقع وفي مهام، ولكنه لم ينقلب على الوطن كما يفعل بعضهم. جمع بين الكبرياء والتواضع، كبرياء الكرماء وتواضع المخلصين بالوطن، للوطن، من أجل الوطن. رحبوا معي أيها الأحبة بضيفنا معالي أبو عمر محمد داودية. الألقاب كثيرة، لكن هو يصر أن يكون محمد داودية، الذي عرف الكسارة وأخذته السنوات، بل هو أخذ السنوات عبر الوزارة. مساء الخير سيدي. مساء الفل يا سيدي. يعني أنا شو بدي أقول لك، لو مش متجوز باخذك مشان تطلب لي بتسوقني. يعني أجمل ما سمعت عني في هذه الأمسية، وفعلا نحن إخوان وأصدقاء. أنا ممتن لك على هذه الأطروحة الجميلة في شخص الضعيف، شخصي اللي مليء بالعيوب ومليء بالنواقص ومليء بالحاجات إلى المزيد من الثقافة ومزيد من الدراسة ومزيد من الألفة. أنا فعلا ممتن لك وممتن لنورسات وهذا اللقاء الجميل اللي بيجمعني فيك. إحنا أصدقاء، لما نشوف بعض من بعيد نركض على بعض، منقبل بعض، وبقول لك أبونا، رغم أني أنا قد جدك، يعني بجوز أكون شايف. الله يطول عمرك. وبعدين عملتني أنا معزب، معناته المنسف علي المرة الجاية يا سيدي. المعزب بده خيرك سابق، خيرك سابق. عفو يا سيدي. يعني بنحتاج إحنا نسمع بعض، وبنحتاج نتصل مع ناسنا، وبدون تزويق، يعني نحكي كلامنا من جوا، من قلبنا، نحكي بحرارته وبكل ما فيه من عفوية وكل ما فيه من عمق وفي صدق. نحكي الواقع، الواقع جميل كثير، ترى حلو الواقع الأردني، جميل، متماسك. شو بدك باللي بيصير هون على الحواف؟ بتطلع من هون نبرة، بتطلع من هون شغلة، بتطلع مع أنه النبرة تعود إلى النبر اللي بحبهم أنا وربيت أنا إياهم بالمفرق، شايف. نعم. لكن بطلع على دائما في كل الحالات، بطلع حالات يعني في نشاز. نعم. في نشاز بصير في اللحن الموسيقي، بطلع. نعم. من ينشز في المجتمع، في الطائفة، في كله. فالحمد لله التماسك والتنوع والتعدد اللي في المجتمع الأردني مضرب مثل، مضرب مثل بكل الأحوال. أنا سيدي لما تحدثت معك، ولأن همنا الأردن
ولأن فخرنا الأردن، ولأن حرصنا هو على هذا الأردن، نرى أردننا أنه كما هو عنوان هذا اللقاء المبارك بحضور حضرتكم، الأردن نموذج التنوع في المشرق. حبنا للأردن يجعلنا نكون أكثر أمانة في رصد وفي تحليل ما يجري، ما نراه، ما ورثناه، ما عشناه. اسمح لي أن نبدأ من تجربتك. نعم. في التنوع، وأنت الذي يعني لا يتوانى عن التأكيد على ثراء وثروة الأردن التي هي إنسانه، وهذه الرحابة الموجودة في وطننا والعلاقة ما بين مكوناته. نعم. تجربتك ثرية يا سيدي أبونا الحبيب. أنا ما بدي اخترع البارود أنا وياك، إحنا بدنا نحكي على إشي إله 70 سنة. الدستور الأردني، نعم، سنة 1952 الدستور الأردني بيقول في مادته السادسة البند 1، نعم، الأردنيون أمام القانون سواء، نعم، لا فرق بينهم، بجوز مش بهذه الدقة، نعم، لا فرق بينهم بسبب اللون أو الجنس أو الدين إلى آخره. حتى الجنس لا، ما حطوها لا فيه، نعم، لازم يحطوها العرق أو اللغة، نعم، أو الدين، نعم، لازم يحطوا رابعا الجنس الذكر والأنثى، الجندرية دخلت الآن، نعم. فإحنا والله من 72 سنة دستورنا بيقول لنا أنتوا هيك. بعدين هذا الدستور لما بيحط هذه الفقرة، الدستور عمليا تعبير عن خلاصة ما في المجتمع، التفاعلات اللي صارت في المجتمع بيجي الدستور بلخصها، بيصير تعديلات دستورية لأنه في حاجات جديدة. فلما الدستور حط هالكلام ووضع الدستور على دور الملك طلال الله يرحمه، وتابع الملك حسين مسيرة جليلة وعظيمة في هذا الباب، وأيضا جلالة الملك عبد الله، إحنا أسرتنا الهاشمية الحقيقة كمان يعني قدوتنا في هذا التنوع، وأنهم يعني وديننا ودينك طبعا، نعم، كل هذه الأديان يعني تحضنا على المحبة، تحضنا على المساواة، تحضنا على التعاون. بعدين يا سيدي الطبيعة تعددية، في ذكر وفي أنثى وفي ليل وفي نهار وفي شمس وقمر وإلى آخره. الواحدية لله فقط، مش إلنا، مش للإنسان. التنوع غنى والتنوع قوة. أضرب لك مثل، نعم، بعيد شوي وبعدين نرجع لبيئتنا. نعم. إلي ابن عم راح على كندا، وفي كندا بديش أطول بالقصة، حصل على الجنسية، راح على المحكمة، القاضية في المحكمة هو واحد من بنغلاديش وواحد من سريلانكا وواحد من تركيا وإلى آخره، 6-7 حصلوا على الجنسية وإجوا يحلفوا، أو يعني الطقوس الاحتفائية. نعم. فبعد ما خلصوا قالت لهم القاضية، كندا شوف العظيمة هاي، الكندا الآن أقوى مما كانت قبل شوي، بيكو أنتو، مش يعني بعددكو، بثقافاتكو، بلغاتكو، بألوانكو، بدياناتكو، يا سلام، بالتنوع اللي أضفتوه لكندا، هذا هو اللي بيمشي العالم. الحقيقة إحنا نحتاج إلى تكريس هذه القيم وهذه المعاني. بس بالأخير ابن عمي هذا لما حصل على جواز سفر كتبوا له القدس، مواليد القدس هو، نعم، هو مواليد القدس، ابن الحاج عبد خلف داودي اسمه محمود، كتبوا له على الجواز القدس إسرائيل، رجع لهم الجواز، أنا مش مواليد في إسرائيل، القدس مش إسرائيل، وست سبعة أشهر لا وافقوا له مواليد القدس بدون إسرائيل، ما قالوا له ما في فلسطين كمان نحط فلسطين، هم احنا في عنا فلسطين بس هم ما فيش دولة اسمها فلسطين بالنسبة لهم، فحطوا له القدس وشطب إسرائيل. هذه الروح، أنا نشأت في المفرق الحقيقة، على سيف البادية هذا، شايف اللي متشعبة باتجاه بغداد وباتجاه دمشق، الحواضر العظيمة في المفرق، عشنا سوا، الدار هون مسلم وهون مسيحي وهون مش عارف شو، فما وهنا بعدين التنوع أيضا الجهوي، من الشمالات ومن الجنوب ومن معان ومن الطفيل ومن الكرك، نعم، شايف، وفي من ليبيا وفي من الجزائر وفي من المغرب،
وفي من بدو وفي شوام وكل اللي بدك إياه. هذه المفرق الحقيقة كانت حاضنة لتنوع عالي الوتيرة. فعشنا بحمد الله يعني برمضان أمي تعمل القمر الدين وتعمل هذا، ويجي ميشيل النمري وفخر النمري، ويجي الياس القسيس، ويجي سرحان النمري، ونقعد وعند أم رياض النمري الله يرحمها شايف تعمل هالمكمورة تبعت الشمال، وتقول يلا يا عيالي. عيالها مين؟ رياض وفخري وميشيل ومحمد. ما فيش هذا، مين هذا وهذاك شايف. فالحمد لله نشأنا، وكانوا كمان أسرة النبر ونمورة ونبور ومجموعة من الناس اللي جاي من كل الدنيا سبحان الله لمتهم المفرق. فرمضان كان للجميع. بعدين رحت أنا وميشيل، قلت له يا ميشيل تعال، إحنا كنا يعني منفكر، قلت له شو بتحكوا بالكنيسة؟ أول معرفتي فيه، شو بيحكوا هالخورة جوا وبرددوا وشو بيحكوا هالناس؟ قال لي تعال اسمع. قلت له بدي أجي أسمع. حكى مع الخوري قال له إيه أهلا وسهلا. ففتت أنا شايف أبانا الذي في السماوات، مزبوط أبانا في السماوات، يعني ما في إشي غريب علي، ويا رب ارحم وكله، إحنا عنا الرحمن الرحيم برضه. بعدين قلت له تعال طيب. قال لي بدي أشوف المسجد شو عندكم بصلاة الجمعة، واروح على الشيخ. قلت له يا سيدي في لي صديق مسيحي بدي. قال لي طبعا اهلا وسهلا. وفعلا والله هذا اللي صار، ويجي مشيل معي. وذاك الشيخ يومها قرأ سورة مريم، قرأ سورة مريم اللي بالقرآن يا سلام. فيعني دخلنا على الكنيسة ودخلنا على المسجد معا، وهي بيوت الله وهي تجمع ولا تفرق. هلا في بيطلع الهامش، بيطلع الحواف، بيطلع الهوامش احيانا نتوءات. وبدي أضرب لك قصة 2014 داعش. لما طلع داعش صار في قلق، شو داعش اكتسحت العراق واكتسحت الشام ومعناته ممكن تقرب علينا. أنا في لي صديق مسيحي قال لي شو بده يصير فينا؟ والله ما بزل عليك صادق. قال لي إحنا شو بده يصير فينا إذا إجوا هذول؟ الأول إشي ما بيجوا، اثنين والله ما بصير عليك إشي إلا اللي يصير علي. لا يا رجل إحنا أخوان شحاح، ولا بصير على أردني إشي إلا والأردني الثاني جنبه، عرفت شو؟ بالمقابل في ناس لما صارت داعش وضغوط داعش تركوا أوروبا وتركوا الكذا وإجوا للأردن، عادوا للأردن، ابن صليبة وابن الصناع، وإجوا بدهم يعيشوا ببلدهم ويدافعوا عن بلدهم، عرفت شو؟ فيعني الحمد لله إحنا ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. وأنا دائما بقول الأردن ما في أقلية وأكثرية. لما بتقول أقلية وأكثرية مش مسيحي ومسلم، غني وفقير. الأردن زي في كل الدنيا، الأكثرية هم الفقراء والأقلية هم الأغنياء. الأغنياء في العالم 5% وإحنا بجوز عنا 6% أو 4%. هذه الأكثرية والأقلية، وللباقي إحنا دستور، دستور بيقول إحنا أمام القانون سواء. مع أبو عمر يعني أنت تتحدث عن تنوع، ومن خلال الحديث معليك أبو عمر واضح إنه هذا التنوع أساسه إنه أنت تقر، يعني أنا عندما أقبل بالتنوع أنا أقر فيه طبيعي، أقر بهذا التنوع شعوب وقبائل وبقبل فيه. لكن بالحالة الأردنية ألا ترى أنه إحنا وصلنا ودون مبالغة إلى أنه إحنا احترمنا هذا التنوع، وبنفس الوقت احترام مش بس اقبلناه ولا أقرينا فيه، بل أيضا وأيضا احترمناه. الكلام اللي تفضل فيه هذا كلام رائع، أنت عشته، يعني عشته لأنه في داخلك هذا الإقرار وهذا القبول وهذا الاحترام. شو بيميز تنوع عنا عن مجتمعات محيطة فينا؟ نعم. كيف ترى يعني كيف ترى خصوصية الأردن في احترامه، احترام مكوناته لهذا التنوع فيما بينهم؟ نعم يا سيدي، احنا اللي بيميزنا انه أرض الرسالات، هذه البقعة المجيدة الطاهرة اللي هي بلاد الشام بالإضافة للسعودية طبعا، هذه مهبط الوحي. نعم. وهذه أرض الرسالات، لذلك إحنا
الرسالات كلها منعتز انها نزلت عنا، نعتز، ولذلك نعتز بأصحابها وبمعتنقيها وبتابعيها، نعتز فيها. أنا مش اسكتلندي عدم مؤاخذة، ولا أندونيسي ولا كذا باخذ زاوية فقط، أنا بعتز إنه السيد المسيح عليه السلام نزل في 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 بلادنا وقدسها وطهرها، بعتز في ستنا مريم العذراء، وبنحكي بيننا وبين بعض مريم، وبنحكي علي، وبنحكي عمر، وبنحكي العهد العمري. أنا ليش أبو عمر؟ جد ليش أبو عمر؟ أنا لأنه عمر بن الخطاب الخليفة العظيم هذا هو صاحب العهد العمري، هو صاحب التنوع. مروان المعشر ليش أبو عمر؟ طارق مصار وليش أبو علي؟ هذا الانسجام، هذا الاندغام اللي بين كل مكون، ما لا مندري إحنا عن بعض، إلا لا سمح الله أنا وياك بهال شو اسمه، أنا بعطيك دم وبتعطيني دم، ليش الدم فيه يعني شوية بيختلف؟ نعم تلفش على الجينات وعلى نعم. قصدي على المكونات الكيميائية تبع الدم. فإحنا سيدي وأبونا الحبيب إحنا منتميز عن كل الدنيا إنه عنا المسجد الأقصى، وعنا كنيسة المهد، وعنا كنيسة القيامة، وعنا المغطس، مغطس سيد المسيح، هون السيد المسيح. جغرافيا هاي مغروسة في تنوع. طبعا أنا تقول لي شو أنت ميزاتك، شو ميزاتك كأردني، انسى إشي ثاني يعني كمسلم ولا أنا بقول لك عندي أنا المغطس. أنا أخذت أصحابي اثنين اللي يجوا من أمريكا، والله ما بزل عليك، سرحان النمري وعيسى بطارسة، والله بدنا نروح على ضانة، قلت لهم بدنا نيجي أي طريق، قالوا أي، والله أجي طريق الغور، لديت المغطس. قلت يا عيال أنتوا تعمدتوا، والله ما بزل عليك يا عيال أنت، قالوا لا وفوت فيهم على المغطس. المغطس معظم الشباب اللي بيشتغلوا فيه من وزارة الشباب، أعلن أبو عمر، قلت لهم هاتوا لي سحلة، شايف، ونزلنا طحنا على المي، قلت اسمعوا قراية اقروا أنتوا، والله أنا ما بعرف شو، وهي الميات علي ودير عليهم مي وعلى راسي، شايف، بلشوا يتمتموا ويكتبوا بقى في أمريكا داودي وعمد، شايف. أنا قصدي أنه أنا بعتز في المغطس، بعتز في كنيسة القيامة، بعتز في المهد، بعتز في المسيح. والمسيحي أنت شوف المسيحي قديش ارتباطه بالعروبة، مين أهم شخصية عربية؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المسيحيين يا سيدي، مسيحيين الشرق، شو العربية؟ العربية لغة القرآن، ما هي أحسن من أتقن العربية، عملوا فيها قواميس، قاموس بطرس البستاني وقاموس مش عارف شو من بكير، عرفت شو، وقدمونا برضو كمان هذا على المستوى العربي. ناهض حطر الله يرحمه قال أنا إذا بعتز في شخصية في العالم كله بعتز في النبي محمد، وكتب إنه هذا أنا كعربي بعتز بعروبتي، هذا أهم شخصية عربية. ثم الموضوع الآخر، انخرط المثقفون المسيحيون في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العربية المشرقية كلها، عملوا أحزاب وعملوا جامعات، وعملوا معظم الأحزاب القومية قادتها من التابعية المسيحية ومن الديانة المسيحية. نعم. جورج حبش ونايف حواتمي وشو اسمه وميشيل عفلق وخذ. طبعا هذه ما كانت واردة انه انا مسيحي ومسلم، مسيحي ومسلم في الكنيسة وفي المسجد بس، اما في الحياة العامة. انا في واحد من المتطرفين مرة قال شو بتعيدوا على المسيحيين؟ ايه الله لا يوفقك، كيف ما مش من هون، مش من الاردن، يا عمي انت عندك ما في مسيحيين، فكنا، انت ابلش بالوهابيين اللي عندك ولا بالداعشيين اللي عندك، خلينا هون، احنا يا اخوي بنعطي دم لبعض، شو قصة هاي بتسلم علي وبسلم علي، انسى الموضوع. فيا سيدي عودة الى سؤالك، وباختصار انت حكيت على انه في ميزة خاصة العربي الاردني الفلسطيني، وانا بحيي اهلنا في فلسطين في الضفة الغربية، وبحيي الست ابطال اللي كسروا العنفوان والدعاية والإسرائيلية وحرروا أنفسهم. إحنا كمسيحيين وكفلسطينيين وأردنيين ولبنانيين وسوريين وكل هذه البلاد، الله باركها، الله باركها، ولذلك إحنا نفتخر بما باركنا الله به، اللي هي الديانات اللي نزلت عنا. سيدي عندنا الجغرافيا الأردنية فيها تنوع، لغتنا لهجاتنا فيها تنوع، نعم،
في تنوع بالرابطة بالروابط بالأسرة بالعشيرة بالمنطقة زي ما تفضلت بالإقليم. إحنا في عنا ثلاث أقاليم شمال وجنوب ووسط. هذا التنوع في الحالة الأردنية في رابط بينه في شيء سحر وهو ساحر لنا يعني يحدد مسار حفاظ على هويتنا الأردنية ونلتقي. تعالوا إلى كلمة سواء. هذه الكلمة السواء مش بس المسيحي والمسلم. التنوع في الأردن يأخذ أشكال عديدة. تفضلت معاليك وتحدثت عن المفرق. المفرق التنوع اللي فيها لم يكن تنوعا مسيحيا لا دينيا لا 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 مسيحيا إسلاميا. كانت فيها كان في هذه البوتقة هذه الفسيفساء الجميلة. طيب كيف بتشوف أنت أن الأردنيين قدروا بعبقرية أن يحافظوا على ملامح خصوصية ولكن هويتي واحدة؟ أنا وياك هويتنا واحدة لكن إلي ملامحي أنا المسيحي، إليك ملامحك أنت المسلم، إلي ملامحي أنا من 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 جلعاد، أنت لك ملامحك من الطفيلة. هذه الملامح لم تكن يوما سببا للفرقة. شو نعم. وصلت الرسالة. نعم. سيدي أول إشي الهوية الوطنية الأردنية أو الأردنية نفسها ليست هوية إقليمية. إحنا لا تتضاد هويتنا مع السوري ولا مع العراقي ولا مع الفلسطيني ولا مع السعودي ولا مع الجزائري ولا مع المغربي. إحنا بنتكامل معه. إحنا تتضاد هويتنا الوطنية فقط ذات المحتوى الإنساني مع الغزوة الصهيونية، مش مع اليهود. نعم. مع نعم. الصهاينة مفهوم. الحركة نعم. السياسية الصهيونية الاقتحامية الاستيلائية الاستعمارية، هذه اللي بنتضاد معها. أنا لما أقول أنا أردني ما هو جيشي وأنت ابن البلد، جيشي الجيش العربي. نعم. الجيش العربي إحنا شهدائنا في القدس مناش إحنا ولا بوصة. أنا ماليش والله بالقدس، أنا إلي أرض بالطفيلة بس ماليش بجنين ولا سانتي، ولا العراقي اللي إجا واستشهد في جنين إلو سانتي، ولا شبابنا اللي استشهدوا لسه بيكتشفوا رفاتهم. نعم. كل يوم وبعد يوم شايف. نعم. أهم معركة من معاركنا اللي خضناها بعد الكرامة معركة اسمها تل الذخيرة. معركة الكرامة أقول معركة شاملة ثلاث محاور وجيوش وإلى آخره. نعم. لا، معركة تل الذخيرة يا سيدي حامية أردنية من 101 في الشيخ جراح، هذه اللي الآن مدار صراع. نعم. وأهلها أبطال وعمالقة ويعني بالصانتي بيحافظوا عليها في تل. معركة اسمها تل الذخيرة الحامية الأردنية من 101 ضابط وجندي، وحزيران كان معلن إنها الجيوش العربية انكسرت، وهذولا بيعرفوا إنها انكسرت في 5 حزيران 5 6 انكسرت الأمة في أول 6 ساعات مش 6 أيام انكسرت لما تدمر. نعم. سلاح الجو المصري انكشفنا في 5 6 أعلنت هزيمة الأمة، في 6 6 وقعت معركة لسه الحامية كانت بتدافع عن القدس ورفضت تنسحب ورفضت تستسلم. قاتلوا 101 استشهد منهم 97 أبونا 97، والأربعة اللي ما استشهدوا لقوهم يعني فاقدين الوعي نازفين حتى يعني الثمالة وما فيش بنادقهم فشك ولا ذخيرة يعني. نعم. ما استسلموا أيضا وأخذوهم وعالجوهم 6 7 أشهر بإسرائيل، أخذوهم حملوهم وعالجوهم وطابوا وظلوا 6 7 أشهر في ناس منهم أحياء ناس شو اسمه والله. أنت بتقول يا أبونا 97 بيستشهدوا عبابيد وحدادين. نعم. وشو اسمه اليعقوب. نعم. مادبة من مادبة وكركية وطفايلة ومعانية. نعم. خضر درويش وسلالته هاي الطاهرة، ثم بدو الشمال وبدو الجنوب ومؤمنية وعمرية وإلى آخره. هذول ليش بيستشهدوا؟ شو لهم بالقدس يا أخوي؟ والله لو إجت القصة على صمد
بيموتوا عندها. نعم. طيب ليش بيموتوا عند القدس؟ قصة أبعد من إنه شايف فلسطيني وأردني وشمالي وجنوبي وكركي القصة قصة يقين إنه هذه أرضنا كلها، هذه الأرض اللي باركها ربنا، خصنا الله، خصنا سبحانه وتعالى. نعم صحيح. خصنا بالمسيح، خصنا نعم. بالمسيح. هذا هذه الثروة الهائلة الروحية الدافعة الهائلة. طيب هذا أنا بفتخر فيه إلى يوم الدين. هذه إحنا قوتنا، قوتنا إنه ما عندنا هذه الخصوصية. لما بتقول أنا أردني أنت بتعني أنك أردني قومي إنساني مع الحياة مع المحبة. هذه خصائص الأردنية، ولذلك هذه يعني خيط مسبحة بلف كل الأردن من معان والعقبة إلى الرمثة وعقربة وإلى كل. أنا مواليد الجفور بالمناسبة، يعني آخر الدنيا. يعني أنت عم بتحلل الهوية الأردنية، بتحلل جيناتها. نعم. هذه الجينات يعني أسمح لنفسي أقولها جينات، لأنه موروثة، وهذا الموروث يعني يغطي الفكر، يغطي التاريخ، يغطي الجغرافيا. والجينات موجودة أصلاً بلباسنا، بأكلنا، بتعاملنا مع بعضنا، بمحبتنا. الأسماء يا سيدي. الأسماء. شو يعني كيف يمكن أن نحافظ على هذا التنوع اللي هو ثروة؟ هاي ثروة. أحسنت. يعني في موروثنا، وأنت بتحكي، وأنت خير من كتب في سرديتك عن هذه التجربة اللي الأردني يعني لما بكون بيحتفل بزواجه بغني للجيش وبغني للبلد وبغني للملك وبغني للوحدة. يعني هذه الجينات الأردنية وهي في تنوع بملامح الخصوصية، كيف نبقي عليها الآن وأنت الإعلامي يا سيدي؟ ما شو الرسالة؟ شو الرسالة؟ سؤال صحيح. يعني أنا كنت قلق على التنوع الحقيقة من زمان. أنا من نهاية السبعينات لاحظت إنه أصدقائي المسيحيين بنشدوا يعني مزيد من التقدم والعلم، وبيطلعوا لبرا شايف وبيهاجروا. وبعدين بالقراءات اكتشفت انه يعني مسيحي الشرق بتضائلوا، يعني الناس بتتكاثر، مسيحيين الشرق بقل عددهم، وخاصه مسيحيي الارض المحتله القدس والبيره. نعم صحيح. وانا كتبت بهالموضوع، يعني مش الان انا بحكي، كتبت انه انا قلق واحنا قلقين على هذا التنوع، هذا الجمال، هذه القوة، هذا التعددية اللي حكت فيها القاضي اللي في كندا. نعم. اللي قالت كندا هاي العظيمة ثراء، إنه صارت أقوى الآن بعد ما أخذتوا الجنسية أنتوا الخمسة ستة. فيا سيدي هي هيك، إحنا زي ما تفضلت عنا عنصر قوة وعناصر قوة اللي هي هذا التنوع وهذا التعدد وهذا الغنى. والله بيكون يعني منتهى الحماقة إنه نعرضها للأذى أو تتناقص أو تضعف. هذه لازم نشحنها في مناهجنا، في كتبنا المدرسية شايف، في إعلامنا، في مساجدنا، في كنائسنا، في أنديتنا. لازم يكون في حرص على هذه الأيقونة الجميلة، هذه الغدة، هذه الصدفة الأردنية القاسية اللي بتمثل هذا التنوع وهذا التعدد. التنوع عندنا بالأردن زي ما تفضل هو قوة. كيف لا؟ قوة محركة إلنا، وهذا إشي بنفتخر فيه يعني في الداخل محليا على أرض الوطن وبرا. والأردن يعني اكتسب بجدارة موقعه من خلال عدة مبادرات أكد فيها على إنه هذا التنوع يحمى بالوسطية، بالاعتدال. وأنا لا أتحدث فقط عن تنوع الديني، أتحدث عن تنوع بين شامل. هذه الميزة الضرورية، هذه الميزة الضرورية. أنت ترى أنه المواطنة مش هي، أليست المواطنة هي وسيلة لترسيخها؟ نعم. تكريس
ونحن نتحدث عن أكثرية وأقلية في زمن يعني في زمن المواطنة، أين ترى ذلك يا سيدي؟ يا سيدي إحنا هذا إكسير أردني، هذا التنوع اللي يعني إحنا الحقيقة منعيشه مش منطلبه، موجود بين إيدينا وبيشكل لنا ضمانة من ضمانات يعني لما منقول الوحدة الوطنية بكل ما هو مهم. إحنا بالمناسبة وأنت خير من يعرف، العفو سيدي، بتصيب الأردن هزات وتصيبه زي كل الدنيا، نعم، في أعاصير طبيعية وفي أعاصير سياسية وفي إعصار شو اسمه صفقة القرن ومش عارف شو، بتعرض الأمم والشعوب وخاصة الأردن بهذا الموقع الجغرافي الجيوسياسي الأهم في العالم. موقع الأردن صحيح. الجيوسياسي حساسيته مفرطة. يا سلام، يا أنت وين ما فتحت عينك، نعم. ولذلك أنا كنت أقول دائما الأمن في الإقليم أمن للإقليم كله، إذا بصير اختلال في أمن العراق بيختل الأمن الأردني. الآن الأمن في سوريا مختل، إحنا قلقين، جيشنا مستنفر على الحدود، خايفين من تدفقات يعني ليست مرغوبة ومطلوبة. على كل حال هذا التنوع بده صيانة، بده بين فترة والثانية، يعني زي ما بنقول بدنا إصلاح كل الجسم الإنساني بده تعمل. في ناس بيعمل تشيكب كل سنة، شايف، وإحنا لما يقح الواحد بروح بيعمل صدر وبيعمل كذا، فبدك فحص لمنسوب هذا، حماية هذا التنوع منسوب حمايته، وبدك وسائل جديدة للحفاظ عليه وتسييله. عندك المناولة أنت بالمسيحية، مش نعم، نعم. نعمل مناولة بيننا وبين الأجيال الجديدة. أجيال جديدة، أنا الحمد لله أولادي في صحة نفسية ودينية وأخلاقية، ما عندهم هذه اللوثة على الإطلاق، ما عندهم فلسطيني أردني ولا عندهم مسيحي ومسلم ولا شمالي وجنوبي ولا هذه كل الأمراض هذه اللي أنا كتبت أبونا جملة بسيطة هيك، أن الإقليمية والجهوية والطائفية والجندرية أمراض وأعطاب لو مستني إحداها في أحلامي، لو حلمت إقليميا أو جهويا أو طائفيا لنهضت مفزوعا من نومي كابوس كابوس، ولا اعتبرت أنني خنت ديني وشرفي ووطني ودستوري وأخلاقي. إحنا الحمد لله يعني أبنائنا أول شيء نعتني بأبنائنا طبعا، يعني براء من هذه اللوثات، وهذه أصلا يعني غرائز بدائية مش ليست إنسانية. شوف أنت العالم لما بيصير كارثة بتتضامن كلها، هينا نعم. منضامنين مع لبنان، ضامننا مع أمريكا، ضامننا مع الجزائر. هذه الروح الإنسانية اللي بيبثها الملك كمان، نعم. الملك إذا لاحظت بيمثلنا الملك أكثر شخصية في العالم حصل على أوسمة وجوائز في السلام تكريما لجهوده وأقرارا بدوره، صحيح. وهذا بدعونا إلى نقول للعالم، طيب هذا القائد اللي أنتم معترفين فيه من زعماء السلام، ليش ما تاخذوا بنصائحه فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي ورؤيته إلها، وهو مع أمن الدولتين، مش ما بيحكي لك بدي دولة فلسطينية، لا، بيحكي على دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تعيشان متجاورتين بمأمن إلى آخره حسب قرارات الأمم المتحدة. إحنا يا سيدي تجري محاولات، شايف، تنويعات تدخل علينا طوارئ. أحكي لك، أنا رحت سفير في أندونيسيا وجاءت الذكرى الأولى لتفجيرات عمان 2005، نعم. 2006 ستة. أنا في أندونيسيا سفير، نعم. وأروح على الكاتدرائية في احتفال واحد أندونيسي كان بفندق حياة عمان من العازفين، واحد مسيحي أندونيسي، شوف أندونيسيا كلها مسلمين، إجا واحد من أندونيسيا مسيحي واستشهده، عملوا له بالكاتدرائية احتفالية، ودعوا السفارة، أخذت أم عمر ورحت أنا إياها على الاحتفال، وجبت المترجم اللي من السفارة وألقيت كلمة بالشو اسمه بالجمع مليان الكاتدرائية، قلت لهم حتى تعرفوا أنه هذا الإرهاب ليس موجها للمسيحيين، شهدائنا في أحداث تفجيرات عمان
67 66 مسلم ومسلم مسيحي بالصدفة، وليس لأنه مسيحي قتل. قتل أهم شخصية قدمت الإسلام بصورته العظيمة، شو اسمه اللي عمل فيلمين الرسالة، العقاد مصطفى العقاد بالصدفة. فحكيت هيك في الكنيسة، حكيت إنه أنتوا ترى لا تفكروا إنه بس إنه ابنكوا هذا وكل اللي استشهدوا مسلمين، لا مسيحيين، لا بس هذا من شو اسمه وإحنا بنعتبره شهيدنا وابننا. وحاولت أنا مع هون والله يعني يعتبروا إشي ودوا له، ما بعرف شو صار ما تبعت. بكل أحوال هيك هيك الحالة، الحالة إنه طرأ علينا داعش وإرهابها وجنون وأساءوا للإسلام، ولا أساءوا لحدا إلا للإسلام، شوهوا صورة الإسلام وشددوا القبض على المسلمين وعلى عيشهم وعلى انسجامهم وعلى المجتمعات اللي آوتهم وأكرمتهم وعلمتهم وشغلتهم وأعطتهم جنسية وضيقوا على الناس، وهذا كله أنا بدينه قبل ما يدينه أي واحد ثاني. أدوات الحفاظ على التنوع، أبو عمر يعني قبل بالستينات ما كانت وسائل الاتصال زي اليوم، وسائل الإعلام زي اليوم، والتواصل لم يكن يعني بهذا الاتساع وبهذه الوفرة. السؤال إنه هل إحنا مقصرين باستخدام هذا المتاح من التواصل والاتصال في ترسيخ الموروث اللي إحنا بنعتز فيه؟ نعم. يعني بدنا نظن نقول إحنا والله كنا هيك نوكل مع بعض وما نحس وما نحس ببعض، يعني برمضان بأعيادنا بإقراص العيد اللي نتقاسمها، يعني شو وسائلنا شو أدواتنا؟ بأمانة أول إشي العنوان الأكبر الملك، ملك واضح، ملامحه واضحة محددة، قناعاته واضحة بيعكسها علينا، نحن شعب واحد، بيجي الملك وبيجي ولي العهد وبتيجي الملكة وبيجي رئيس الحكومة وبيجي وزير الأوقاف في مناسباتك الدينية. طبعا صحيح، أنا زارتني في هذه القاعة جلالة الملكة. طبعا نعم صحيح، هذا شيء طبيعي صحيح. ما بحلفك على الإنجيل يعني حتى صحيح. لا صحيح. الملك بزورك والأمير صحيح. بزورك والملكة صحيح. بزورك ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف مش بس بالعيد يعني بالمناسبة أمي بيجي بيعزيني العزة، هذا مفروغ منه طبعا. نعم طبعا احنا بنعزي بكل أبنائنا شايف طبعا. فيا سيدي أول عنوان الملك، ملكنا شعبه هذا كله، ولذلك احنا هذا لما بنكون دستوريين احنا مع خطى على خطى ملوكنا الهاشميين العظام شايف. اثنين طبعا الملك والملكية، نعم صحيح، العائلة الملكة نعم صحيح. ولي العهد صحيح. ثم الحكومة، حكومة عندنا زي وزير الأوقاف الدولة. وزير الأوقاف شفته عندك هذا أستاذ الدكتور محمد الخلايلي ولو. صديقك شايف، ورئيس الوزراء إجاكو صحيح صحيح. هذا العزاء ما بنحكى، العزاء 100% بنعزي بكل محل صحيح. منتعزى بكل محل. أنا قبل يومين ثلاثة كنت بالفحيص عزيت أخوي كمال الناصر نعم. شايف أبو كم أبو حازم الناصر نعم. أبو كمال نعم. بأخوه هاجم الله يرحمه نعم. شايف نعم. اليوم توفت مرت صديق إلي غازي النمري بالمفرق نعم. بدأت عزيته على الواتساب. بنحكي على الجوهر نعم. مش على السلوك، بنحكي نعم. على إنه الملكية عنا الدستور القانون. أنا لا سمح الله إذا اختلفت وياك منروح على المحكمة، ولا حدا بلد على الجب اللي أنا لابسها والقلنس واللي أنت لابسها نعم. لا، كله حقوق وفي محامين صحيح. وفي فإنما برجع لموضوعك أبونا الحبيب، وسائل التواصل. وسائل التواصل الحقيقة يعني عالم جديد شايف كيف كنا نفوت على السينما نفكر انه الممثلين موجودين، لما يقع الفرد بدنا نروح نجيبه، والله العظيم بتشوف الشاشه بتقول هلا من ورا الشاشه مرت عليك الحاله طبعا. طبعا بتقول وقع البارود منه، خلنا نروح نركض نجيبها. فلا، هذا عالم واسع وفضاء واسع وبدخل عليه الكل نعم. شايف يعني بدخل عليه المتطفل وبدخل عليه المثقف. احنا هذا من واجباتنا اول شيء الا نناقش مسائلنا الدينيه على هذا، ولا مسائلنا الإقليمية، فلسطيني وأردني ووحدات وفيصلي ومسيحي ومسلم وشيعي وسني. العاقل ما يدخل عليه على هذا النقاش صحيح. لأنه الدهماء شايف
تستغل. وفي سيدي في سيدي انا برجو من كل المشاهدين انهم على الجوجل يحطوا الوحده 8200 بس يحطوها للبحث. هذه الوحده يا سيدي موساد بدون ما يقولوا كلمه موساد بس يحط الوحده 8200 بيطلع له تفاصيل. هذه وحده من الموساد وحده عملاقه متخصصه محترفه مهمتها اشاعه الأذى والفرقة والفتنة في المجتمعات الأردنية والعربية وكله. شايف عندهم آلاف الأسماء الوهمية. بيجي واحد بكتب باسم كاظم إنه هذول السنة مجرمين إلى آخره. بيجي واحد بكتب باسم عثمان كاظم طبعا سني وشيعي سني وشيعي بسب وبعدين بطلع ببلش وبعض هالدهماء بسبوا على بعض وعلى عائشة وعلى بيجي واحد بيقول وبالنسبة للفلسطينيين خذوا ملوخيات كروح على الجسر. بيجي واحد بيقول له بدك دير المنسف على رأسك. هو نفسه اليهودي هذا الصهيوني وبديرها وبعدين كردي وعربي وبعدين اللي بدك إياه بيفضعوا فينا وبنقع في حبائلهم. لذلك أنا أنصح أنه نحذر. وهذه الوحدة 8200 وحدة فعالة ومؤذية ومحترفة وبيحكوا خليلي وبيحكوا طفيلي وبيحكوا كردي وبيحكوا إيراني كل يعني شيء بحر من المتخصصين علماء النفس ولغويين بيحكي أردني. هلا في عندهم معهد في تل أبيب معهد لإعداد قادة دين إسلاميين بتشوفه لابس كل شيء وحافظ القرآن وبخطب وبيصلي وبيثير الفتنة. هذا معروف لابد سمعت فيه جوا في إسرائيل من سنوات طويلة. هاي الخطوة التقمص هذا لا بيعلموهم لغة وبيحفظوهم القرآن والآيات وبيعطوهم الأسانس اللي لازم يوزعوه حتى يثير الفتنة. فيا سيدي هذا فضاء رحب الحقيقة. وعندنا أجهزة سيطرة. أنا ما بعتقد أنه مش ممسوك. أنا بعتقد أنه ممسوك بس في علم اسمه علم التنفيس. أحياناً الأجهزة المحترفة زي الأجهزة اللي عندنا بتترك باب للتنفيس كيف البريستو هذا بدك يظل ينفس حتى ما ينفجر فبنعمل. لكن بالأخير مسؤوليتنا كبيرة بأن لا ندخل في هذا الصراع العقيم. لا نعظم ونروج ونلمع ونطول من تحت قيمنا وعناصر قوتنا وتنوعنا وتعدديتنا. تنوعنا صورة لمنجز أردني. وأنا دوما أقول أبو عمر أنه يعني نتاج وثمرة العبقرية الأردنية. أنا شاهدت وتشرفت بمرافقة جلالة سيدنا وأنت ترى يكرم يعني في 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 هذا العالم قائد معدود. هذا يضع علينا مسؤولية مسؤولية كبرى إنه إحنا ليس سهلا هذا الإنجاز وعلينا أن نرقى إلى هذا المستوى الأروع. إحنا لما بنكون أردنيين باي ديفولت يعني هذا مغروس فينا أن نكون أن نحافظ على هذا التنوع اللي على الشركة هيك الشركة زي التليفون يجينا نعم إعدادات الشركة. ماذا يقول معالي أبو عمر التجربة الجميلة الواسعة؟ أنت كنت معلم. نعم. ماذا يقول المعلم لوسائل التربية وسائل التعليم وفي ميدان التنشئة؟ إيش مسؤوليتهم؟ يعني شوف معلمينا أيضا مثقفين ومحترمين وذوي تجربة ومن عمق بلدنا. احنا بدون ايمان مجتمع مرقوب. احنا الحالة الاردنية بتطلع عليها كل الناس في الغرب وفي الشرق. احنا المصريين بتطلع علينا ونطلع عليهم طبعا وكل الاقليم بتطلع علينا. وعنا يعني حراك ثقافي وحراك سياسي ودستوري واصلاحي عنا مش ما عنا. وعنا نقص يعني اللي بيقول لك احنا اكتملنا. لا سيدنا بيقول لك ما اكتملنا. شايف
فيا سيدي بالتسعينات كانت بعض الدول المجاورة بسوريا تحديدا لما تصير الحوارات اللي في مجلس النواب حوارات ببثها كان التلفزيون الشيك نقاشات كانت سوريا تعمل بلوك على الإرسال الأردني عشان ولا حدا يشوفه عدوى. الآن احنا وكانت بالسابق إذا بتتذكر باشا أبونا كانت الأردن أداة يعني بتصدر لها كل الدول اللي حواليها أحزابها، العراق إله حزب، سوريا إله حزب، مصر نعم. إله حزب، المنظمات إلها أحزابها نعم. الآن لا، نقطة الإشعاع الأردن، مركز طيب. الإشعاع الأردن طيب. وأنا مع وحدة بلاد الشام والعراق، أنا يعني هاي الوحدات الطبيعية أنا نعم. بحكي يعني في الوحدة المغاربية طبيعية نعم. شايف في الوحدة الخليجية طبيعية، الهلال الخصيب أصبت أنا نعم. مع هذا وحدة بلاد الشام التي تضم الدول الشامية، سوريا الكبرى الأربعة، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان والعراق. هذه عمقنا الاستراتيجي العظيم. شايف المعنى أنه معلمنا واعي ومحترم، ومنتأمل أنه كل مشاكله تنحل بعد الإصلاحات المأمولة، شايف وقصصه تنحل ونقابته وزياداته وإحالات على الاستيداع كله إن شاء الله بنحل. لكن معلمنا أنتجني أنا وياك نعم. نحكي إحنا صحيح. كلام وحدوي وكلام نعم. أخوي شايف نعم. وهذه الرسالة مستمرة، يعني مناهجنا كتبنا بحاجة إلى التطوير. يعني شوف الإسرائيليين أو الصهاينة بيقولوا تعليم العلوم السلاح السري للشعب اليهودي، هذه جملتهم تعليم العلوم. وبقول لك اضطهاد المرأة وبصنفونا احنا في يعني هذه قلة الوعي والتخلف نعم. يا سيدي مش خايفين من الصهاينة بالمناسبة، بصنفونا أننا قابعون في القرن السابع عشر مش في التاسع عشر ولا في العشرين، في القرن السابع عشر. هذا تصنيفهم لنا يعني زي ما تقول في سخوي وفي عدم المؤاخذة حصان وبدهم يتسابقوا وكل ذلك سببه. طيب خلينا نشوف شو بيساووا هم. هلا هم بيتجهوا اتجاهات غلط بالمناسبة نعم. هم بيذهبوا إلى التعصب الديني المفرط نعم. وهذا واحد من عناصر الهدم اللي راح تصيبهم. احنا هيك معلمنا ومدرستنا ومناهجنا وكتبنا وفي اطمئنان إلها، في حاجة إلى اكتمالها، في حاجة إلى تطويرها. لكن بالأخير معلمنا اللي أنتجني وأنا بزعم أني أنا بقوم مفزوع من نومي إذا مستني إحدى هذه الأعطاب السيئة. سيدي شو رسالتك لقرايبك وأحبابك قرامي البلاد اللي بتسميهم نعم. أنت معذب، بس إيش بتقول في هذا المساء لهم؟ أنا دائما بكتب بالأعياد وبروح، مش بس بكتب، بروح أنا بعيد أصحابي وإخواني وبقول دائما إلي جملة: ملح الزاد وقرامي البلاد المسيحيين. وفي الإنجيل الكريم بيقول نور العالم، أنتم نور العالم مظبوط نعم صحيح، وأنتم ملح الأرض وأنتم ملح الأرض نعم. فيا سيدي يعني والله مش قادر أقول إلا أنه يعني إحنا كنا واحد وراح نعم. نظل واحد، ما بنقدر يعني من هالمراح ما في رواح نعم، ومن هالشراكة ما في انفكاك، وما بالعكس مش ما في انفكاك، في تعزيز إلها وفي تطوير إلها وفي دخول إلى منظومة الدستور اللي بتوحدنا وما بتخلي في كوتا وما بتخلي في أقلية وما بتخلي في كذا. لا، إحنا مطمئنين إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، ونحن أنت وأنا من حراس الوحدة الوطنية، ما بنقدر وآلاف غيرنا. وأنا إذا سمحت لي يعني بدي أسدك أبونا، أنت أطريت علي إطراء يعني أنا مش راح أقدر مش راح ألحق أعمل معك نفس الإطراء، لكن بأمانة أنا لما أشوفك من بعيد بفرح بوجهك المبتسم، بأنك أحد حراس الوحدة الوطنية، بأنك الأب المحبوب، الأخ المحبوب اللي منشوفه في كل مناسباتنا. آخر مناسبة شفتك من بعيد والله ما قدرت أسلم عليك،
مناسبة الأوبريت اللي عملت وزارة الثقافة ووزارة نعم السياحة نعم برعاية جلالة الملك نعم وناب عنه أخونا معالي علي العايد نعم شفتك وأخذني معالي توفيق رشان وطلعنا دردشنا ولسه الناس ما طلعت ولا كان بدي أفوت وبوسك كما خليك نفعل دائما ونتبادل أشكرك المحبة. الله محبة يا سيدي. نعم صحيح أبو عمر. يعني إحنا هذا الوطن وطن التنوع، وطن الوئام، وطن القداسة، ونحن سنبقى هكذا ونتعلم. تعلمنا منك اليوم شيء كثير. كيف يمكن أن نرسخ هذه المواطنة عندنا حتى نبقى ونحن نتحدث عن الأردن، مش عم نتحدث عن يعني عن إنه في عندنا تحديات. بالعكس إحنا يعني قطعنا شوطا طويلا في مواجهة هذه التحديات، وقيادتنا كانت دوما يعني سباقة. نحن مطلوب منا أولويات يا سيدي. يعني بدي رسالة لهذا المشرق من عمان يقولها معالي أبو عمر الأستاذ والمعلم والوزير والسفير المتعلم أيضا. يا سيدي إحنا زي ما قالوا الصهاينة، العلوم هي السلاح السري للشعب اليهودي. إحنا الثقافة هي السلاح السري لأمتنا ولشعبنا. احنا بحاجة الى تعزيز منظومة الثقافة والعناية فيها، وايضا ادخال عناصر جديدة فيها. احكي لك، اضرب لك مثل في وقت، يعني طبعا لك كل وقت. طيب يا سيدي، في كان في واحد صحفي لبناني، يعني مجلته الوطن العربي كان اسمه، منحاز للعراق، كان بيأخذ من العراق كل 6 أشهر 500,000. كويس، كانوا بيعطوه كل 6 أشهر 500,000 أنفق على مجلتك وإلى آخره. تغير وزير الإعلام وإجا هذا الصحفي اللبناني إلى بغداد قبل تغيير النظام. إجا واحتفلوا فيه وأخذوه على خان مرجان وأعطوه مزرعة ومش عارف شو، أو إله مزرعة، ما أعطوه مصاري، ما أخذش 500,000 وراح ما كتبش إشي عن العراق، ما كتب كالعادة. العدد اللي بعده ما أشاد في العراق ولا في ولا إيه. قال لهم صدام الله يرحمه، قال لهم شو اللي صار مع فلان؟ قال يا سيدي أكرمنا. شو أكرمتوا؟ أعطيتوا مصاري؟ قال والله ما أعطينا. ليش؟ هذه رسالة قومية. قال شو قومية؟ قال لهم هذه مجلة بنعطيها 1,000,000 بتقعد معنا سنة. قديش دبابة T-72 الروسية قديش حقها؟ بيسأل وزير الإعلام. قال له والله ما بعرف. قال له حقها 10 ملايين دولار، ثانية بتصمد تنحرق بثانية، بجيها صاروخ ثانية بحرقها. هذه المجلة ب1,000,000 بيظل جبهة من جبهاتنا لمدة سنة. هذا علم، هذا وعي على أهمية الإعلام والثقافة. لذلك يعني اللي أشرت له أبونا، المنصات والوسائط هذه الحديثة علينا والجديدة علينا، واللي الحقيقة بصير في ترشيد إلها. نعم. يعني هي نعم. أنا بالنسبة إلي والله عنصر قوة، أنا بستفيد منها وأنا بقرأ وأنا برتبط أكثر بالمجتمع من خلالها. نعم. الآن في الكورونا ما قدرناش نروح، أنا والله بروح أعزي في كل الدنيا. نعم. شايف كورونا ما قدرت أروح، لذلك عوضت منصات التواصل نعم الاجتماعي هذا التراخي في الترابط، وصرت أعزي على منصات التواصل وبالتليفون طبعا. نعم. والآخري. غير ذلك في معلومات تسمع شو صار هون وشو صار هون وشو صار هون. والإعلام الحقيقة الإعلام الأردني إعلام غير مرتزق، ولا الإعلام بوكل من سنامه زي ما بقول. الإعلام الأردني، أنا قبل الإعلام الأردني نعم فيش حكومة بتعطي قرش واحد للصحف، ممكن إشي اسمه تسبيق زي ما بقوله. يعني الحكومة مثلا تعلن عنا بالدستور وبالرأي بحوالي 1,000,000 بالسنة عطاءات وإلى نعم آخره. أخذنا منهم قرض على من سد بسدوه من إعلاناتهم اللي جاية. شايف أما مساعدات
زي ما بتعطي مصر للصحف القومية ورق مجانا، زي ما بتعطي فرنسا، زي ما بتعطي الدول الثانية، ما في. ولذلك إعلامنا محترم وإعلامنا وطني، وافتح الجرائد وشوف المحطات. نعم. حتى اللي بتشوف فيه منهم أحيانا النقد، يا أخي النقد السياسي مطلوب، والله مطلوب وضروري. نعم. وأنا في خطة التنمية السياسية اللي حطيتها 2004 في حكومة دولة فيصل الفايز، كنت وزير تنمية سياسية، حطينا خطة أقرها مجلس وزراء، المعارضة ضرورة وليس الضرر، وليس ضررا. بدنا نعرف، أنا إذا بدي أظل أقول طبعا الراشد الدستورية القانونية اللي الراشد السياسية ما مش السباب، السباب والصوت العالي هذا قبض الريح بروح. صحيح. لكن احنا بنحكي على معارضة راشدة، حزبية ولا مش حزبية، فردية ولا مش فردية، بتراعي الأخلاق وبتراعي عدم الفحش في القول وبتراعي. صحيح. الدقة في المعلومة. أبو عمر، يعني لا يمل هذا الحديث الطيب، وأنت أكرمتنا بتلبية دعوة عين على المشرق. والله أشكركم، تفقدت. الله العفو يا سيدي، احنا سعداء بك. عين على المشرق ونور سات الأردن، وأنتم ممن تنيرون يعني بحضوركم وبانتمائكم وبأمانتكم لأردنيتكم لهذا الوطن، تنيرون درب الكثيرين. نشكرك مجددا على ما أفضت يعني وأتحفتنا به، شكرا مجددا. تسلم معالي. سيدي، أنا والله بشكر الله أني ولدت أردني، مع أنني أنني قلبي عربي وإنساني. نعم. لكنني بشكر الله أني ولدت في هذه البقعة الطاهرة وعشت في هذا الجو الصحي، والحمد لله نقلت ذلك إلى أبنائي كلهم، ما عندنا أي خلل في هذه. وهل هناك أجمل من أن تكون لهجتك أردنية وقلبك أردني في هذه الأرض المباركة؟ يعني باستثناء كلمة واحدة بحب ألفظها بالإدرة، اللي صديق جلال عبيد عزمنا على إدرة خليلية. نعم. الإدرة بقدرش أقول قدرة، أنا ما أقول لهجة، بعزم حالي أن ياك عنده عند المحامي جلال عبيد. بنتشرف بنتشرف سيدي. يعني عندما نقول لهجة أردنية نتحدث عن فكر أردني، نتحدث عن فكر وطني نابع من أصالة وقداسة وتاريخ موروث هذا البلد وحاضره ومستقبله، اللي هو مستقبل واعد بوجود خيالنا وفارسنا. نعم. جلالة الملك. نعم. الله يوفقك وولي عهده. شكرا معاليك. شكرا لك أبونا. أحبائي متابعينا في هذا المساء، بعد أن طوفنا مع معالي الأستاذ محمد داودية الذي كان دوما متواضعا وقريبا ومحبا لهذا الوطن ولكل مكوناته، دوما عندما يتحدث عن الأردن يقفز فورا في ذاكرته إلى المفرق. تحية إلى المفرق التي أحبتك وأحببتها، تحية لهذا الوطن، تحية للإجفور والطفيلة. عشت. وتحية لكل الذين يتابعون. إمعان في أرجي معاني أنا. إمعان أنا إلي محب يعني. أول الصحافة إمعان، حقه يعلو. صحيح، الحق يعلو. ولهذا هذا التنوع الأردني الذي أنت جزء من يرسمونه بقلمك وفكرك، شكرا معاليك. وشكرا أحبائي متابعينا، وإلى لقاء في عين على المشرق الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين أتمنى لكم أسبوعا مباركا وأسعدتم مساء. آمين. إلى اللقاء. آمين. شكرا. آمين. شكرا. آمين.